اليوم عندنا إنجيل مميز كمان زي كل مرة، وخلينا ندخل نتعمق فيه أكثر وأكثر ونفهم اللي مرات إحنا ما نلمحوش أو ما نشوفوش أو ما بدور بخطرنا. خلينا نصلي ونبدأ بالإنجيل اليوم. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ووهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوس من الله، قدوس من القوي، قدوس من الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس من الله، قدوس من القوي، قدوس من الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوس من الله، قدوس من القوي، قدوس من الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. اليوم عندنا إنجيل القديس متى، والإنجيل هذا أنا بالنسبة لي كان دائما مش أول حاجة عثرة، بس كان دائما بالنسبة لي صعب إني أفهمه، وصعب يمكن لكثير ناس صعب إنه نقبله، بس أو مو ليش ممكن يكون هيك. بس اليوم في روح القدس خلانا نقدر نفوت بكثير مزايا وأشياء موجودة جوا الإنجيل يمكن إحنا بحياتنا ما انتبهنا لها. إنجيلنا اليوم من إنجيل القديس متى، إصحاح 20 من 1 إلى 16. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه هذا المثل: مثل ملكوت السماوات كمثل رب بيت خرج عند الفجر ليستأجر عمل لكرمه، فاتفق مع العمل على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة 9 فرأى عمل آخرين قائمين في الساحة بطالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي وسأعطيكم ما كان عدلا. فذهبوا وخرجوا، وخرج أيضا نحو الظهر ثم نحو الثالثة بعد الظهر ففعل مثل ذلك، وخرج نحو الخامسة بعد الظهر فلقي أناسا آخرين قائمين هناك، فقال لهم: لماذا بقيتم هاهنا طوال النهار بطالين؟ قالوا له: لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرم. ولما جاء المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا العمل وادفع لهم الأجرة مبتدئا بالآخرين منتهيا بالأولين. فجاء أصحاب الساعة الخامسة بعد الظهر وأخذ كل منهم دينارا، ثم جاء الأولون فظنوا أنهم سيأخذون أكثر من هؤلاء فأخذ كل منهم أيضا دينارا، وكانوا يأخذونه ويقولون متذمرين على رب البيت: هؤلاء الذين أتوا آخرا لم يعملوا عمل غير ساعة واحدة فساويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره الشديد. فأجاب واحد منهم: يا صديقي ما ظلمتك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ مالك وانصرف، فهذا الذي أتى آخرا أريد أن أعطيه مثلك، ألا يجوز لي أن أتصرف بمالي كما أشاء؟ أم عينك حسود لأني كريم؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين. كلام الرب. الإنجيل هذا بيدخلنا بعدة متاهات أو عدة أشياء. هلا إحنا كبشر، وأنا كان من سؤال الأسئلة اللي دائما كنت أقول: طب عن جد حرام يعني هذول اللي تعبوا طول النهار ويشتغلوا من الفجر لغاية الساعة 5 المساء، معقول نعطيهم نفس الدفعة اللي أجوا الساعة 5 ويأخذوا نفس الشيء؟ طب يعني عدلا إحنا ممكن كبشر نلاقيها صعبة، ليش؟ طب هذا اللي انتحر طول النهار وهو بيشتغل وأعطى الشغل أعطى الشغل كله، نيجي إحنا على آخر ساعة أجا فيها العمال هذول علشان يأخذوا نفس الأجر اللي بأخذوا طول النهار؟ هذا السؤال بالنسبة لي كان دائما محيرني، كان علامة سؤال دائما: ليش اللي اشتغلوا طوال النهار أخذوا نفس اللي اشتغلوا ساعة؟ نفس الشيء، أخذوا دينار
من وجهة نظر بشرية. هذا من وجهة نظر بشرية. لما دخلت في عمق الإنجيل وبدأت أفوت فيه بالروح القدس بطريقة تأمورية، فهمت كثير أشياء، فهمت أشياء صعب إنه الإنسان العادي أو اللي بعيد عن الروح القدس أو اللي مش عم يفوت في الموضوع كان نوع تأملي إنه يفوته أو يفقده. خلينا نمشي شوي شوي بهالإنجيل ونشوف كيف نقدر نفهم ليش اللي اشتغل طول النهار بياخد نفس اللي اشتغل ساعة، نفس اللي اشتغل ساعة. أول إشي لازم نعرفه إنه ربنا طلع، ربنا راعي. أول إشي لازم نعرفه في الموضوع كلها، ربنا راعي وراعي صالح. هذا أول شيء لازم نعرفه. والراعي الصالح طلع يدور على خرفان اللي هم العمال، طلع يدور على خرفانه اللي هم خرافه اللي هم العمال. واللي حلو في الموضوع واللي بيخلينا نتشوق أكتر وأكتر إنه بيعطينا، خلينا نشوف كيف بيعطينا. بيقول لك أول ساعة، أول ساعة طلع فجرا، ثاني ساعة طلع الساعة التاسعة، بعدين طلع ظهرا، طلع الساعة الثالثة، وطلع الساعة الخامسة. وإذا نحن نطلع على الموضوع هذا كله نلاقي هاي هي ساعات الصلوات اللي إحنا نصليها، ساعات الصلوات. فينا بعدين بيجي ساعة النوم، وبعدين صلاة النوم، وعندنا صلاة الليل، قيام الليل اللي هي الهزيع الأول، هزيع الأول والهزيع الثاني والهزيع الثالث والهزيع الرابع، أربعة. هون ببين لنا إنه يسوع أو رب هالكرم، رب رب البيت خرج في ساعات الصلاة. يعني الناس هدول هم خرافه، يعني هدول الناس مش مجرد عامل أنا بدي أحرص عليه طول النهار وأروح له، لا، هون مجرد هدول ناس خرفانه، هدول الناس هو بدي يعطيهم أجره. والدينار لنفهمه هو الملكوت. لما نزل يا ربنا المن لا العبرانيين في الصحراء، قال لهم قبل ما تطلع الصلاة الشمس بتروحوا بتلفوا بتلموا المن فجرا، يعني الفجر قبل ما يطلع الشمس، علشان لما الإنسان بتبدأ عليه الدنيا وتطلع الشمس بيلتهب همومه وما بيصليش. فهو قال لهم قبل ما تطلع بتروحوا فجرا، بعدين قسم باقي النهار بالساعات الصلوات هاي. فطلع أول مشوار فجرا لم عمال، بعدين طلع الساعة 9، بعدين طلع الساعة الظهر، بعدين طلع الساعة 3، بعدين طلع الساعة 5. الحلو في الموضوع إنه هو إنه لما جاء المساء وخرج نحو الخامسة بعد الظهر، فلقي أناسا آخرين قائمين هناك، فقال لهم لماذا بقيتم ها هنا طول النهار بطالين؟ سألهم سؤال جدا مهم، لماذا طول النهار ضليتوا هون بطالين؟ شو جاوبوهم؟ جاوبوا جواب جدا مقنع لإلنا نفهم المثل. قالوا له لم يستأجرنا أحد، لم يستأجرنا أحد، عشان هيك إحنا مع الجيل هذا بنقرأ الرب راعي، مزمور الرب راعي. هلا الراعي الصالح ما قدرش يخليهم قاعدين بطالين حتى لو ساعة، قال لهم ليش انتوا هون؟
قالوا له محدش استأجرنا، معناه انه في تقصير من الرعاة اللي ما طلعوش يشوفوا هالرعية او هالخلفال اللي هم موجودين لغاية المساء بدون ما حد يقول لهم وين انتم، ما في راعي يقول وين انتم. فاللي صار انه سألهم، لما سألهم الحكي هذا دل على اهمال الرعاة في متابعة الراعيين. قال لهم يا جماعة انتم ليش ضليتوا هون؟ قالوا له ما في حد استأجرنا لغاية الآن، يعني إحنا عنا النية وعنا الإمكانية وعنا كل القوة إنه إحنا نطلع نشتغل، وإحنا جايين طول النهار من الصبح نستنى حد يجي يستأجرنا. يعني هم كمان طول النهار مرميين بالشمس زي اللي اشتغلوا طول النهار برا في الشمس، هم كمان طول النهار من الفجر قاعدين بيستنوا حد إنه يجي يستأجرهم. لما جاوبوا الجواب هذا هم فهمونا ان هم موجودين من الصبح كمان، مش جايين بعدين او اجوا على الاربعة بدهم يشتغلوا، لا، هدول الناس موجودين من الصبح زيهم زي هدول الجماعة اللي لقاهم هذا الراعي وجابهم على حقله. فلما جابهم هو لانه طلع خرج من البيت علشان يجيب، بس هدول الجماعة ضلوا برا لانه ما لقوش حد يطلع من البيت يجيبهم يشتغلوا. فزي ما هدول اشتغلوا طول النهار، هدول كمان ضلوا قاعدين طول النهار في هل شمس، في هالخوف من انهم يرجعوا على بيتهم معهم مش دينار يطعموا فيه اولادهم. يعني زي ما انت يلي بتشتغل طول النهار في الحقل مع الراعي هذا، طول النهار اشتغلت وتعبت، لكن انت عارف اخر النهار انه انت مروح معاك مصاري، بس هدول قاعدين طول النهار بالشمس، قاعدين طول النهار لا شغلة ولا عملة، بيستنوا في لحظة يجي حدا يستأجرهم ويعطيهم هالدينار علشان يرجعوا لأولادهم ويطعموهم. يبقى الاثنين اشتغلوا بنفس المستوى، واحد شغال وعارف انه بده ياخذ مصاري، والثاني قاعد بيستنى ما عنده أمل انه ممكن يروح، خاصة طبعا الساعة 5 هدول، يعني من وين بيجيهم أمل انه هم يروحوا بمصاري، بس ضلوا قاعدين لعل وعسى يجي حد. لم يستأجرنا أحد. فهذا الراعي اللي هالقد رحيم اللي هالقد صالح قال لهم روحوا واشتغلوا. فلما راحوا اشتغلوا ساعة، بس هم بالفعل شغالين طول الوقت، ضايعين من الصبح تايهين مش عارفين وين بدهم يروحوا وين بل هل رح يشتغلوا أو مش رح يشتغلوا. صعب، واحنا نعرف خاصة العمال، احنا نعرف عمالنا، يعني انا ابوي كان عنده تراك وكان ياخذ عمال، العامل اذا ضل طول النهار يستنى تمن حد يجي ياخده كان نعمة واشتغل، ما جاش حد اخده معناه انه روح الدار فيش في جيبته مصاري يطعمي ولاده. هون بتثبت رحمة ربنا، هون بتبين رحمة الآب في انه ما روحش العمال على بيوتهم بدون مصاري. احنا ماخذينها كنوع بشري بعدين نفتلها كنوع روحي، روحهمش على البيت بدون مصاري، روحهم مع دينار لأنه طالعين من الصبح مهيئين، طالعين متأملين، طالعين كلهم نية إنهم يشتغلوا وروحوا على بيوتهم مع مصاري لأولادهم يأكلوا. والحلو في الموضوع إنه هالعمال المتهيئين متأهبين زي اللي عمالهم بيصلوا نفس أوقات الصلوات اللي هي الفجر، صلاة الساعة 9، صلاة الظهر، صلاة الساعة 3، صلاة الغروب اللي هي 5. يعني صار دائما الإنسان بيكون متهيئ بالصلوات ليجي ربنا وياخده على ملكوته. عندنا في طلبة في الأجبية صلوات الساعات، في عندنا في طلبة آخر ساعة في صلوات الأجبية شو بيقول؟ ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له وممجد. شوفوا شو بيعطي صفات لربنا بهالصلاة: المسيح، إلهنا الصالح، الطويل الروح، الكثير الرحمة، الجزيل التحنم، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة،
الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل للخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. هون بثبت لنا إن ربنا رحيم، ربنا صالح، ربنا ما بده الإنسان يموت بخطيئته. الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا، يعني ربنا بده الإنسان يمكن لو لاقى دقيقة واحدة قبل نهاية الدوام لقى عامل قاعد بيستنى كله أمل إنه يشتغل، كان قال له روح على الحقل واشتغل. هذه هي رحمة ربنا، هذا هو ربنا اللي هو ما بيخلي ما بيرضاش وما بده موت الخاطئ، بده إياه يرجع ويحيا. خلينا نأخذ الموضوع من ناحية روحية، خلينا نشوف مثال حي على هالمثل اللي أعطاه يسوع لإلنا. المثال هذا خلينا نأخذه ونشوف كيف نطبق مثال العمل في حياتنا، أو كيف ممكن يطبق الحكي هذا. يسوع هو صالح وهو راعي زي ما احنا نعرف، ولآخر لحظة بحياته وهو بمعلق الصليب ضل يدور على الخطاة لينقذه. احنا بنقول عن اللص اللي يسوع لص سارق الملكوت، سارق الملكوت. هذا اللص كان معلق جنب يسوع هون، ويسوع كان هون بالنص، يسوع كان بالنص هون، وفي كمان واحد كان معلق معه هون. هذا اكس عليه، ليش؟ لانه قاعد يقول له يسوع مش انت اله، مش انت بتعمل معجزات، ومش انت خلص نفسك وخلصنا. فهذا اختار الطريق السهل، هذا اللي طالع غصب عنه يستنى في واحد يستاجره ويشتغل معه، مش فارقه معه الدنيا. بس هذا سارق الملكوت اللص اليمين شو قال له؟ قال له ما تخاف الله، احنا ما عملناش اشي، وهذا احنا عملنا كل اشي مستاهل العقاب، لكن هذا ما عملش ولا اشي. قال يسوع اذكرني متى جئت في ملكوتك، اذكرني متى جئت في ملكوتك. واحنا قلنا الملكوت هو في المثل هذا هو الدينار، هو الأجرة اللي بياخدها الصالح أو بياخدها الشخص اللي قاعد بيستنى طول النهار ليشتغل ليشتغل. فهذا اللص شو عمل؟ هذا اللص عن جد سرق الملكوت، وقال له يسوع الليلة بتكون معي في الملكوت. خلينا ناخد سيناريو تاني، لو أجا يسوع بدون هالرحمة، بدون هالتحنن، بدون طويل الأنا، بدون الحكي هذا كله، قال له أنت لازم تعاقب على كل اللي عملته بحياتك، جاي هلا تقول لي بتكون ملكوتك أنت عملت كذا وكذا وكذا، لازم تعاقب قبل ما تفوت على الملكوت. لا، بس هذا الحكي مش عند ربنا، هذا الحكي مش عند الرحمة الكلية الكلية الكلية، هذا مش عند الرحمة الإلهية، هذا الحكي عندنا احنا البشر اللي مش قادرين نكون بمقدار محبة الله ومقدار رحمته. ربنا لما اجى طفل المحبة جابته طفل، وربنا لما تمر على الصليب المحبة هي اللي سمرته على الصليب. وربنا لما بحبنا معناه انه هو كلي الرحمة. فهون قال له بدون اي نفس، بدون اي فكر، بدون اي شيء، قال له الليلة بتكون معي في الفردوس. هذا اللي اجى اخر مش ساعة، هذا اللي اجى اخر دقيقة قبل ما يموت، اجى اخر دقيقة من نهاية النهار واشتغل مع ربنا في ملكوته. ليش؟ لانه هذا اصبح اكبر مبشر في العالم. ليه؟ لانه بالانجيل يبشر فيه دائما، لانه اعطانا شيء جدا مهم، انه يا جماعة في اخر لحظة ممكن انه انتو تتوبوا، في اخر لحظة ممكن انه ما في شيء مستحيل، التوبة حتى اخر نفس.
في الإنسان ممكن أن تكون موجودة التوبة، وهو أصبح مثال كبير لنا أنه نقول يا جماعة ما تخافوش رحمة ربنا كبيرة. ليش؟ لأنه حتى سنلص على الصليب آخر لحظة تاب وربنا قبل توبته، يبقى هو شاهد وهو مبشر وهو أمين على أنه يوصل لنا الرسالة هاي، وكانت رحمة لنا، أعطانا شيء جدا مهم أنه رحمة ربنا ما لهاش وقت، ما لهاش حدود، وما بتنتهيش في أي لحظة. هون أثبت أنه هالعامل اللي طول النهار ضل مش مرمي وضل هناك وضل قاعد، بالفعل ما لقاش حد يستأجره، لكن لما شاف يسوع بكل ما فيه من محبة مصلوب مش حاكي ولا شيء، قال له استأجرني خليني معك في الملكوت اليوم. قال له خذني استأجرني خليني معك في الملكوت اليوم. والمسيح قال له مش خسارة فيك هالدينار، تعال وفوت الليلة، الليلة بتكون معاي في الملكوت، الليلة يعني مش فيها لا روحة ولا جلية، الليلة بتكون معاي في الملكوت. شو هالدرس بيعطينا؟ زي ما قلت لكم أنا بالنسبة لي كان هذا الإنجيل شيء جدا، أو يعني كان بالنسبة لي كثير سؤال ليه؟ ليه؟ بس لا، هلا مع هالساعات ومع الإنسان يفهم إنه الناس عن جد محتاجة لكلمة ربنا، الناس محتاجة لحد يوصلها لربنا، محتاجة لحد يستأجرها ويخليها تعمل ويعطيها دينار. هدول المتعطشين لأنهم يروحوا على بيوتهم معاهم دينار يشتروا فيه أكل لعيالهم. معناه إنه الرحمة ما إلهاش وقت، ما إلهاش زمن، ما بتنتهيش، الرحمة مستمرة دائمة، رحمة الله دائمة، لأنه بده خلاص كل نفس. وهي دعوة لكل راعي إنه يطلع يفتش على رعيته ويجيب هالناس تعمل في الكرم عنده علشان ياخدوا هالدينار اللي هو الملكوت. هاي دعوة لكل عامل عماله بيستنى، تخفش مهما طال عليك الوقت، خليك متمسك وصابر، لأنه يمكن قبل ما تموت بلحظة زي ذص اليمين تسرق الملكوت وتصير أعظم مبشر مع ربنا. اوعوا تفقدوا الأمل، وبنفس الوقت اوعوا ما تكونوش رحيمين زي ربنا، لأن ربنا لما اختار الناس هاي أو ربنا راح جاب الناس هاي يشتغلوا بملكوته كان عارف إنهم طول النهار عمالهم بيستنوا في حد ياخدهم يوصلهم للملكوت، ورجيهم وين الملكوت، ورجيهم وين الشغل يعطيهم يفوتوا على ملكوته وياخذوا أجرتهم اللي هو دينار. درس هذا بيعلمنا شيء كثير كبير، بيعلمنا أول شيء إنه إحنا بلا محبة ما نقدرش نعيش، إحنا بلا محبة ما نقدرش نكون موجودين. بعلمنا قديش المحبة كبيرة، وقديش المحبة خلت ربنا يتنازل عن كثير أشياء. أول شيء المحبة خلت ربنا يجي طفل. المحبة هي اللي مسمرت يسوع، هي المسامير اللي مسمرت يسوع، زي ما بتقول القديسة مريم بواردي، هي اللي مسمرت يسوع على الصليب، المسامير على الصليب. المحبة هي اللي خلت، هي القبر اللي اندفن فيه يسوع حتى يعطينا القيامة، هو الطفل اللي أعطانا الخلاص السلام. وهي المحبة هي الرحمة. الدرس هذا بعلمنا اليوم قديش لازم نكون رحيمين مع الآخر، قديش لازم نكون جوانا رحمة، قديش لازم نكون بالفعل قادرين على إنه إحنا نطلع زي الرعاة نجيب الناس هاي تعمل وتأخذ الملكوت، قديش لازم نكون رعاة صالحين للناس نصبر عليهم. مزبوط، في ناس قدروا تصبر عليهم صعب، صعب كثير، فيهم إشي صعب إنه يتغير، فيهم إشي صعب إنه يتبدل، فيهم إشي صعب إنه يوصلك يعني يفهم عليك أو توصل له أو يوصل لك. بالنهاية هون ما بضل إلا إنك تضل تصلي له حتى لو ما كانش في اتصال، ب
بينك وبينه ضل تصلي له، حامله بصلاتك لغاية ما ربنا يتدخل ويغير اللي انت ما قدرتش تغيره. بس دايما لازم يكون رحمة، لازم يكون في صلاة من أجل الناس هاي علشان ربنا برحمته يرحمهم ويغيرهم ويخليهم يفوتوا لملكوته. مثلنا اليوم كتير مهم، مثلنا اليوم كتير قوي، مثلنا اليوم خلينا نفهم إن بلاش نفهم، نفهم ونستوعب ونعرف قديش رحمة ربنا أكبر شيء. وبالفعل هو الرحمة، هو الرحمة بعينه. الله محب رحيم رؤوف طويل الأناة متحنن على الخطاة صالح. ربنا هو الرحمة بذاته. إن شاء الله أكون بسطت الموضوع بطريقة إنه الكل يقدر يستوعبه. زي ما قلت لكم أنا بالنسبة لي كان علامة سؤال هالمثل، بس نعمة ربنا نعمة الروح القدس خلتني أغوص في جوا هالتأملات هاي. تنسوش الساعات هاي، الساعات جدا مهمة. دائما خليكم بالفجر صلوا علشان ربنا يضل معكم طول النهار. نهاركم سعيد، وإن شاء الله نشوفكم يوم الجمعة بإذن الله.